محكمة التجمع الخامس وليس في معهد أمناء الشرطة. إذا نقلت هذه المحكمة لداخل التجمع الخامس وليست في معهد أمناء الشرطة، هذه المعلومة وجب التنبيه عليها. شكرا جزيلا للزميل رمضان المطعاني المتواجد في معهد أمناء الشرطة حيث محاكمة خلية المريض. بالطبع سنتواصل معك على مدار الساعة لنرى الجديد في هذا الشأن. وأوضح أيضا أنه تم نقل المحاكمة الخاصة بتقديم نحو 138 متهم من أنصار الإخوان في أحداث رمسيس الأولى، قد تم نقل هذه المحاكمة إلى داخل محكمة التجمع الخامس وليس بمعهد أمناء الشرطة. أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات في بيان مشترك اليوم سحب سفرائها لدى قطر بسبب عدم التزام الدوحة بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الدول الثلاث اضطرت للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا من منطق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل الجهد وكافة الجهود المبذولة لتوثيق الروابط بين دول مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات وفي مقدمة المحافظة على أمن واستقرار دول الخليج. كان المجلس قد توصل خلال قمته التي عقدت في شهر نوفمبر الماضي إلى اتفاق حول هذه النقاط، لكن قطر لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. وخلال دورته 30% أطلق مجلس التعاون الخليجي مبادرة لاتخاذ موقف عربي تجاه الأزمة السورية. كما رحب المجلس بالاتجاه الجديد في إيران في ظل حكم الرئيس حسن روحاني ودعاها إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار في المنطقة ككل. في تحرك عربي إزاء الوضع المتفاقم في سوريا، دعا وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد في اجتماع الدورة 30% للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض إلى اتخاذ موقف تجاه الأزمة. فإننا نجد أنفسنا أمام وضع مؤلم في سوريا نتيجة لنزيف الدم المستمر فيها للعام الثالث على التوالي، وتصاعد دوامة العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية داخل سوريا وخارجها، الأمر الذي يضع العالم بأسره أمام تحدي كبير يستلزم التدخل السريع والفعال من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومن خلال مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة لحماية المواطنين العزل والحفاظ على حياتهم وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. الحمد أعرب عن رضاه عن التقدم الذي تحقق في يناير الماضي خلال المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وإيران لإنهاء الخلافات بخصوص كيفية تنفيذ الاتفاق بين القوى العالمية والجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي. أود أن أعبر عن ارتياح دول مجلس التعاون من النتائج التي توصل إليها الاتفاق التمهيدي المبرم بين مجموعة 5+1 والجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، عاملين أن يشكل مقدمة تهيئ التوصل إلى حل شامل لهذا الملف، مؤكدين على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما استعرض الوزراء خلال الاجتماع عددا من التقارير التي أعدتها الأمانة العامة بخصوص قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون خلال قمة المجلس التي عقدت بالكويت في ديسمبر الماضي والتي رحبت بالاتجاه الجديد في إيران في ظل حكم الرئيس حسن روحاني، ودعت الجمهورية الإسلامية إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد تركي عبدالله السديري رئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية. يعني ما أسباب هذه الخطوة التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر؟ يعني ربما تفاصيل حول السبب المعلن وهو أمن واستقرار الخليج أو عدم التزام الجانب القطري بما اتفق عليه من قبل مجلس التعاون الخليجي. والله أعتقد الأمر واضح جدا وكان ممكن أن يتم هذا القرار ليس قبل أشهر ولأنما قبل سنوات، خصوصا إذا تأملنا طبيعة الوضع العربي بصفة عامة. طبيعة الوضع العربي بصفة عامة تستلزم أن تكون هناك أي دول خالية من المشاكل، أن تكون متقاربة وأن تكون متعاونة وأن تكون سياساتها واضحة. الذي حدث بالنسبة للدول الخليجي أنه لم تكن هناك علاقة ترابط قوي واضح بين المجموعة الخليج. الأمر الآخر أيضا لاحظ كمان أنه دول الخليجية بطبيعة وجودها الجغرافي
لا تستطيع أن تكون بقوتها الذاتية قادرة على رد أي عدوان، وإنما بتلاقي القوات المشتركة، تلاقي الصفات المشتركة الإيجابية بين المجموعة الخليجية حتى يؤدي إلى ما يسمى بحضور الدولة الواحدة. هذا لم يتحقق إطلاقا. إذن أنتم ترون بأن هذا القرار جاء متأخرا لسنوات. شكرا جزيلا لك سيد تركي، والآن ننتقل مباشرة لمتابعة جولة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في المحلة. رسالة من قلبي وأنا بكلم أهلي وإخواتي. بص طول عمر المحلة أحسن علاج وهيرجع تاني أحسن علاج بأمر الله. عايزين بس نتكلم لأن أنا أحمل رسالة من ضميري. المشاكل اللي البلد فيها كبيرة، واحنا وصلنا لمرحلة يا جماعة هيبقى بالجنيه ان شاء الله. دلوقتي احنا عندنا مشاكل كتير، خلينا نتكلم في منتهى الصراحه. نتكلم لان انتوا اصحاب البلد واصحاب الشركه، يعني احنا اصحاب البلد، هو حد تاني هيجي؟ بس نتكلم عايزين نشتغل. طب اكمل وبعد كده عايز اكمل جبال التحديات اللي مصر بتواجهها. جبال التحديات اللي مصر بتواجهها مفيش حد معاه قصاص سحريه، لكن في ايمان بالله، واحنا بنراهن ان احنا متوكلين على الله معتمدين عليه بشعب مصر وبعمال مصر. ليه؟ ايه الرهان؟ يعني اقول لك بصراحه، لسه كنت بقوله واعيده وازيده، العمل المصري ربنا اداله ثلاث حكايات: ايمان بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو قال كده. فانتم متوكلين، والايمان في قلب كل واحد، قلب ابيض نفس المطمئنه، وذكاء، والقلب الابيض ده نفس المطمئنه اللي بقولها انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب. الحمد لله قلوبنا عامره بالايمان، يبقى عندنا ايمان بالله وقلوبنا بيضاء وعندنا ذكاء. ثلاث حاجات دول اللي احنا بنراهن بيهم. طيب هو قال ايه؟ بنراهن على تاريخنا. الشعب اللي حفر بايديه قناه السويس دي معجزه، ما كانش فيه قراقات ولا حفارات. اكتر من مليون مصري حفروا قناه السويس بايديهم، مدفون في القناه 100,000. عشان كده لما حد جاء يقرب القناه يقول له لا اوعى. لما عبد الناصر امم القناه أممها لا
الكرامة المصرية، شكال شركة وكلام، كرامة مصرية. الشعب اللي حسب الهزيمة ونسف، نسف الهزيمة، وهم كانوا بيقولوا ان حرب الست ايام شعبنا جيشنا خلص ست ساعات، دمر خط برلين في ست ساعات. يبقى هو قادر ايضا انه يقابل جبال التحديات ويرجع بلده ويرجع المحله الكبرى دي اللي هي مصانعها واقفه، وقاعدين بنقول مفيش رزق ومفيش مرتبات، ده تحدي. ايوه انا اكلها مش كلام. احنا النهارده جايين ليه؟ بص يا اخي، انا بقول لعمال المحله بصوا لمصر امكم وانتوا في عينين، انتوا في عينين مصر، بس بصوا لامكم، بصوا لمصر. مصر تعبت. انا بكلمكم مفيش حراميه، اسمع بس، بصوا لمصر، مصر تعبت وعايزه اولادها يقولوا لها شدي حيلك يا بلد يقوموها، هتقوم بيت عمال. طب احنا الوقت هنعمل ايه؟ خلينا نتكلم. انتوا ليكم مطالب وانا هعرف المطالب، لكن انا مش جاي هنا النهارده عشان طب المطالب ما جايه لي على ورق، انا جاي المس واشوف، شوف على الواقع، ادخل المزارع اللي واقفه، اشوف المحسين، ادخل اشوف الرواكد عامل فيه ايه، ادخل. هو ده، هو سهل قوي، خدوا شهر خدوا طير. وبعدين عايز احرك، عايز احرك الدروس، عايز ترجع المحله الكبرى تاني. تكليف الرئيس فينا وعيد ايام الدوله نقلنا لحضراتكم جانبا من كلمة التي وجهها رئيس مجلس كان هذا جانبا من الكلمة التي وجهها رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى عمال الغزل والنسيج، ونواصل معكم متابعتنا في إطار هذه النشرة الإخبارية الشاملة. صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الروسية سيطرت جزئيا على قاعدة الإطلاق للصواريخ في أفياتوريا غرب القرم، لكن مركز قيادة ومركز مراقبة القاعدة لا يزالان تحت السيطرة الأوكرانية. وبالتزامن هدد وزير الخارجية الأمريكي جون كاري بأن بلاده ستتخذ إجراءات لعزل روسيا سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا إذا ما لم تضع حدا للتصعيد في أوكرانيا. يوما بعد يوم تلقي الأزمة في أوكرانيا الأخذة في التفاقم بظلالها على المجتمع الدولي في أعقاب إعلان روسيا حقها في اللجوء إلى كل الوسائل لحماية مواطنيها في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، خاصة في القرم حيث يشكل المواطنون الروس 60% من السكان. لروسيا التي لم تلتفت للتحذيرات الغربية من مغبة التدخل العسكري في أوكرانيا، أكدت على لسان رئيسها فلاديمير بوتين أن ما جرى في أوكرانيا هو انقلاب غير دستوري واستيلاء مسلح على السلطة، متهماً من أسماهم بالمتشددين بإدخال البلاد في حالة من الفوضى. في المقابل حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن تدخل روسيا في أوكرانيا سيؤدي إلى إضعاف نفوذها في المنطقة، موضحاً أن توغل القوات الروسية في البلاد ليس مؤشراً على القوات الروسية، وأن واشنطن بصدد بحث الخيارات المتاحة لها لمواجهة هذه الأزمة.
There is still